صباح الخير مشاهدينا، برحب فيكم بحلقتنا لليوم من الحدث، وضيفنا في هذه الحلقة الدكتور صلاح حنين النائب السابق والخبير الدستوري. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك دكتور صلاح. طبعا يعني كل يوم بيخلق موضوع جديد أو بالأحرى أزمة جديدة، نستفيق على أزمة سياسية جديدة وعلى مخاوف جديدة للبنانيين. هلا آخر خبر إنه في خوف على الانتخابات، ورجعنا نسمع تصريحات إنه في بعض الخطوات التي قد تطيح بالانتخابات. أسئلة، هل الانتخابات النيابية في خطر على خلفية الإشكال اللي حصل باللجنة الوزارية المختصة حول قانون الانتخابات، حول الميجا سنتر؟ هلا يعني هيدي آخر صيحات الخلاف السياسي، وقبل على البطاقة الممغنطة، وقبل مواضيع طبعا رح نحكي بالتفصيل فيما يعنيه هذا الأمر، ومسألة التعديل والإصلاحات، هل تحتاج للعودة إلى مجلس النواب لنقول أنه نحن لن نلتزم ببعض الإصلاحات وسنعدل في القانون، وإلا يصبح القانون قابلا للطعن، نتائج القانون يعني قابلة للطعن، هل صحيح هذا الكلام دستوريا أو لا؟ رح نحكي أيضا طبعا بأزمة المرسوم يلي رح يصير لها شهر، مرسوم يعني ترقية الضباط، وما حدا عم يفهم فعليا هل الأزمة هي فعلا دستورية أم أنه الدستور حاسمها والسياسة هي التي ما زالت تعطل التوافق على حول هذا الموضوع. أسئلة كثيرة وكلام كثير بالسياسة والدستور والقانون مع حضرتك بعد موجز لآخر وهم الأخبار. سكر. مع زميلي كلارا. شكرا كاترين، أهلا من جديد. أفاد مندوبنا في النبطي سامر وهبي أنه عثر صباح اليوم على جهاز إسرائيلي في خراج بلدة زوطر الشرقية، ومخابرات الجيش تعمل على تفكيكه. بدأ الرئيس نبيه بري أمس ممتعضا مما سماه خلق أزمة جديدة في القانون لتهديد الانتخابات النيابية، وقال بري بحسب ما نقلت صحيفة الأخبار عنه إن أحد الأطراف كان يعارض التسجيل المسبق والميجا سنتر والآن يؤيدها. عجيب. وسأل هل المطلوب إيجاد عراقيل، وأكد بري أن لا أحد يستطيع أن يوقف الانتخابات ولا الخلاف داخل اللجنة، وشرح كيف أن وزير الداخلية نهاد المشنوق زاره وأطلعه على أن ما يطالبون به لتعديل قانون الانتخاب يفرز 11 تعديلا على القانون، مؤكدا رفضت الأمر جملة وتفصيلا لأن الخوض في تعديل واحد سيؤدي إلى نسف القانون برمته، وموقفي كرره وزير الداخلية في اجتماع اللجنة، وقال لهم إذا أردتم أن أبلع الموس سأبلعها، ونقل اعتراضي إلى اللجنة. وأعرب رئيس المجلس عن خشيته من أن يكون هناك من يحاول تعطيل الانتخابات وليس تأجيلها أو تعديل القانون، وليكن معلوما أن هذه الانتخابات ستحصل في مواعيدها، مضيفا خلي كل واحد يكشف عن زنوده ويروح على الانتخابات، وكرر أن هذه الانتخابات ستحصل في موعدها وغير وارد أي تلاعب لا بالانتخابات ولا بالقانون. وحول مسألة مرسوم الأقدمية أكد بري أنه ليس هناك أي جديد والخلاف على حاله، وكل طرف يعرف موقفه ويتمسك به، وأنا ناطر ولست في وارد التراجع أمام ما يتعلق بالدستور والحقوق، ولو كانت الأزمة سياسية فحسب لكان بالإمكان حلها. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان لها أنه بعد تفشي ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات في بيروت وجبل لبنان، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والميدانية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة هذه الظاهرة، باشرت القطاعات المختصة فيها عمليات الرصد والمراقبة بغية توقيف الرأس المدبر لأخطر شبكات ترويج المخدرات في المحافظتين المذكورتين، وهما عين ألف مواليد عام 78 لبناني مطلوب للقضاء بموجب 72 ملاحقة قانونية بجرائم تجارة وترويج المخدرات. وأضاف البيان أنه وبتاريخ 4/1/2018 وبعد رصد المطلوب المذكور في منزله ببلدة حربت البقاع، قامت قوة من الشعبة بمداهمة المنزل وإحكام الطوق حوله، ولدى دخول مجموعة المداهمة حاول المطلوب الفرار بالقفز من ارتفاع 3 أمتار، فتعرض لكسر في رجله وتم توقيفه. إلى ذلك وبالتحقيق معه اعترف بترأسه شبكة لترويج المخدرات في بيروت وجبل لبنان باسم مستعار هو يوسف، وأنه يقوم بترويج المخدرات نهارا لعدد كبير من المتعاطين، كما تم توقيف شقيقه للاشتباه به بجرم مخدرات.
فرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وصباح الأربعاء طوقا أمنيا على قرى فلسطينية عدة قرب نابلس في الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة، وذلك بحثا عن منفذي عملية قتل المستوطن الصهيوني. وقامت قوات الاحتلال بأعمال دهم وتفتيش ونفذت حملة اعتقالات واسعة. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إن التحقيق لا زال مستمرا، حيث واصل الصهاينة حملات التمشيط والبحث عن أطراف مدينة نابلس الجنوبية الغربية بعد مقتل المستوطن قرب البؤرة الاستيطانية جلعاد. وأشارت مصادر فلسطينية إلى أن جنود الاحتلال نفذوا اقتحامات وأعمال التمشيط في بلدات عدة وأحياء مدينة نابلس الغربية، تخللها اعتداءات على المواطنين وعلى مركبتهم وتحطيم زجاجها، إضافة إلى مصادرة كاميرات مراقبة وإطلاق قنابل الإنارة في سماء البلدة ومنطادا للمراقبة بحثا عن مطلق النار على سيارة المستوطن. طلب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو روسيا وإيران بصفتهما ضامنين للتسوية السورية بوقف زحف قوات الجيش السوري على منطقة وقف على منطقة إدلب ووقف التصعيد في إدلب شمال غربي سوريا. وقال أوغلو إن قوات النظام السوري مستمرة في زحفها باتجاه إدلب، وعلى روسيا وإيران تنفيذ تعهداتها ووقفها. استدعينا يوم أمس ممثلي موسكو وطهران لدينا وأبلغناهم بمطالبنا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة التركية شرعت في نصب نقطة المراقبة الرابعة في أكبر مناطق إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية. وفي سياق ما يحدث شمال غربي سوريا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعرض قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية الروسيتين في سوريا مؤخرا لهجوم مباغت ومكثف نفذ باستخدام 13 طائرة مسيرة استطاعت الدفاعات الروسية صدها، إذ أسقطت 7 منها واخترقت 6 المتبقية وأخضعتها للفحص الذي كشف اعتمادها على تكنولوجيا لا تملكها سوى الدول. كما كشفت عن أن فحص الدرونات خلص إلى أنها أطلقت جميعها من جنوب غربي منطقة وقف التصعيد في إدلب، وفي وقت متزامن، وذلك من مناطق خاضعة لسيطرة ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة هناك. وقد بعثت الدفاعات الروسية إلى رئيس الأركان العامة ورئيس جهاز الاستخبارات التركية لتخطرهما بهذا الحادث. وقع زلزال بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر قرب جزر نائية في الكاريبي تابعة لهندوراس، مما أثار تحذيرات من حدوث موجات مادة تسونامي في جزر العذراء الأمريكية وبورتوريكو. وقد هز الزلزال النوافذ في عاصمة هندوراس، لكن لم ترد أي أنباء فورية عن وقوع أضرار. وحذرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية من تسونامي ومن احتمال ارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار فوق مستوى المد. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، عودة إلى الحدث وكاترين. شكرا كلارا، برحب من جديد مشاهدينا بضيفي في هذه الحلقة نائب السابق دكتور صلاح حنين. أهلا وسهلا فيك من جديد دكتور. اسمح لي بلش من آخر أزمة مثل ما قلنا المتعلقة بالانتخابات النيابية، من بعد ما عشنا لحظات إيجابية بآخر أسابيع على أساس أنه أصبح محسوما أن الانتخابات ستجرى في موعدها وقد يكون القطار وضع على السكة الصحيحة، برزت بالأمس برز خلاف سياسي كبير وتصريحات تخشى من أن يكون هذا الخلاف بمثابة عراقيل جديدة يمكن أن تمنع إجراء الانتخابات. بالصورة العامة، هل ترى أنه فعلا الانتخابات النيابية يمكن أن تكون في خطر نتيجة هذه الأزمة المستجدة؟ يعني نحن من الأساس عم نقول أنه إذا بدون يفتحوا الباب إلى تعديلات وإلى ممكن سوف يرجع الخلاف، وممكن هالخلاف يرجع جر إلى تأجيل ما. هو باختصار عم بينحكى بالقانون عن اللي مسمينا البطاقة الإلكترونية، هو بالقانون محكي بس شملي عن البطاقة الإلكترونية، بيقول إنه على الحكومة اتخاذ الإجراءات الآيلة إلى اعتماد البطاقة الإلكترونية في العملية الانتخابية المقبلة. ما في تفسير أكثر من هيك. هلا إذا بنفهم من البطاقة الإلكترونية إنه هي البيومترية، يعني اللي بتاخد بصمة العين وبصمة اليد، جيد بمعنى ما بعود في إمكانية للتزوير، حيث بصير بده وقت الواحد يفوت تيقترع، بيكون في كمان آلات يا تأخذ بصمة العين يا تأخذ بصمة اليد، بشكل إنه ما بقى تتصور
الإخراج القائد أو جواز السفر أو بطاقة الهوية، وهذا شيء جيد. بس صار ورانا هيدا على أساس من فترة حسن، برافو عليك، بس عم نقول إنه إذا هيدا يعتبر مثل ما عم نحكي بطاقة بيومترية لمنع الانتحال الصفة، جيد. ونحن كل شيء جيد بدنا إياه، بس من الأساس معروف إنه ما كان حتى الوقت بيسمح لكل هالإجراءات. ليه؟ أولاً بدك تعملي البطاقة البيومترية، وبتعرف إذا بدك تعملي بطاقة بيومترية بده كل مواطن كمان، هيدي ما بتنعمل أنت قاعد ببيتك، بده يروح يعطي البصمات، إذن عملية كبيرة من هالناحية. بعدين وقت اللي بدك تروح تنتخبي بده يكون في كمان آلات بدك تمرق عليها، صحيح ممكن تكون سريعة إنما كمان بدها تنظيم. وإذا عم نعمل هالبطاقة كمان البيومترية حتى نقدر نعمل الانتخاب في موقع غير السكن للي بالأطراف بطرابلس وبالبقاع، وهذا كمان جيد حسه سهل للناس كمان عال. بس كمان مركز من هالنوع بده تنظيم كبير، حس ما بتعرف بكره قد ايه رح يتدفع عليه ناس، بنزل عليه 100 200 300 400 الف واحد، بده تنظيم. هيدا كله نحن مع ما هيك، انما مبين من الاساس انه ما رح يقدروا يعملوه بهالانتخابات حسب عادتهم. اذا لماذا اصلا اقر ووضع؟ اذا قبل كل شيء خلينا نقول هل كان ذريعه للتمديد فقط؟ ممكن. هلا خلينا نقول انه اذا هيدي بدنا نعتبرها اصلاح مثل ما عم نحكي، اذا هيدا اللي بقصدوه مش انه بطاقه الكترونيه بكره كمان ممكن تزور، خلينا نركز انه نعملها للانتخابات المقبله. اليوم ما بقى في وقت. اذا شو بده يصير اليوم؟ في هيدي المادة بدها تنلغى، البطاقة الموضوع مادة البطاقة الإلكترونية، يقول إنه يعتمد جواز السفر مثل بالسابق أو بطاقة الهوية حتى ما يرجع ينطعن بالانتخابات، حس إذا هيدي ما تعدلت بينطعن بالانتخابات، وهيدي طبعا المجلس النيابي بده يرجع يعطل هذه المادة. حس هو بالقانون بالمادة 84 من القانون كان عاطي المجلس النيابي صلاحية استثنائية لمجلس الوزراء انه هو يعدل القانون بس فيما يتعلق بهالموضوع، يعني اجراء الانتخابات على اساس البطاقة الالكترونية، انه اذا لزم بعد التعديلات العلاقة كمان بوضع الميجا سنتر، وبدون ما يرجعوا للمجلس. المجلس عطى بالمادة 84 صلاحية استثنائية بس بموضوع اللي بيتعلق بالبطاقة الإلكترونية، إنه بدون ما يرجع للمجلس مجلس وزراء هو بهيدي بالصلاحية الاستثنائية. بس للتوضيح يعني إذا هلأ صار ما في بقى بطاقة ممغنطة ورح ننتخب على أساس جواز السفر أو بطاقة الهوية العادية، هل هذا يستدعي ايضا عوده الى مجلس النواب لالغاء هذا التعديل؟ لان بيقول الرئيس بري انه قانون الانتخاب يحمي اجراء الانتخابات، والبند الاخير الوارد في القانون المتعلق بحصول الانتخابات حتى لو لم يكن هناك بطاقه بيومتريه واضح. يعني مثل كانه القانون عاطي كمان خيار انه نفس الوقت نقدر ننتخب ببطاقه الهويه العاديه او جواز السفر. انا وقت اللي بقرا انه على الحكومه اتخاذ الاجراءات الايله لاعتماد البطاقه الالكترونيه في العمليه الانتخابيه المقبله، يعني بدها تعتمد البطاقه الالكترونيه. انا بالنسبه لي بعتبر افضل بكثير تما يصير في تاويل وتما يصير في بكره طعون. هلا لولا الحكومه بدها تنفذ هالموضوع وتعدل الدستور بموجب هالماده لتطبيق لاعتماد البطاقة الإلكترونية، الحكومة هي كان فيها تعدل بس بهذا الموضوع لإجراء الانتخابات بموجب البطاقة الإلكترونية. إنما إذا بدنا نعدل هذه المادة ونرجع نعتمد جواز السفر والبطاقة، مفروض هذه المادة تعطل، على الحكومة إجراء اتخاذ إجراءات الآيلة. يعني برأيك دستوريا الاعتماد الجواز السفر والبطاقة. وزير باسيل على حق بما قاله بالأمس بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح أنه هناك تعديلا إلزاميا للقانون بسبب عدم إنجاز البطاقة الممغنطة، وإلا تكون نتائج الانتخابات عرضة للطعن. أنا من الأساس أنا عم بقول هيك، حس إذا في هيدي المادة وبكرة في مرشحين خاسرين بيقدروا طبعا يقدموا طعن امام مجلس الدستور ويقولوا انه هالانتخابات ما اجريت وفق الاصول القانونيه كما حدد القانون. ممكن الطعن، ومجلس الدستور ممكن ياخذ بهذا الطعن، وبتكون الانتخابات حصلت والنفقات صارت وتعذبت الناس بدون جدوى. انا دائما القانون بده يكون واضح، ما لازم يكون في التباس بالقانون. اذا هن عم بيقولوا بالقانون اعتماد البطاقه
الإلكترونية مفروض تتعدل حتى نعتمد جواز السفر وبطاقة الهوية. هيك بنكون هيدا بالقانون. بالقانون. ولكن يعني اللي عم بنحكى اليوم بالسياسة إنه في 11 تعديل اليوم مطروحين على يعني القانون الانتخابات الجديد، وفيما لو دخلنا وعدنا إلى البرلمان من جديد وحتى لو كان الهدف يعني تعديل واحد، هذا الأمر قد يفتح الباب على جملة من الخلافات السياسية تؤدي إلى نصف الانتخابات ونصف الاستحقاق النيابي برمته. أنا بالنسبة لي عم بقول من زمان إنه في تعديل واحد لازم يفوتوا بتعديل واحد، هو هذا التعديل. بس من يضمن أن لا تطرح تعديلات أخرى في جلسة يعني؟ بس هن مفروض إذا بدون انتخابات مفروض يفوتوا بتعديل واحد بمجلس النواب، وهو تعديل بس هذه الفقرة فقط لغير، حيث إذا بدنا نفتح باب عم تقولي في 11 وبكرة بصوروا 15 20، إذا بدنا نفتح باب التعديلات يرجعوا يفوتوا على موضوع الصوت التفضيلي إذا واحد أو أكثر، إذا بدنا نحصر لا سمح الله في الطائفة أو في المذهب أو لا، إذا بدنا نفوت بكل هالأمور بترجع المعارك في الداخل، وهالمعركة في الداخل ممكن مش عم بقول حكما بس ممكن ترجع تجر إلى تأجيل. إذا جديين بالانتخابات بفوتوا بهذا التعديل ليه؟ حس مش قادرين يطبقوا ولا أبسط من هيك. حس هيدا إذا ما عدلوا حكما الطعن بصور ممكن كتير يصير مقبول ومفروض يكون مقبول. إذا منفوت بهالتعديل هيدي بتكون عم ببينوا نية لإجراء الانتخابات، ما قدرنا نعملها، نحن قصرنا، بنعتذر منكون منعديل ما هيك، وبيعتمدوا هذا الموضوع، بيقدروا يحطوا فكرة أنه الزاما اعتماد البطاقه البيومتريه هيدي انا اللي بهمني امرها، هيدي بتمنع التزوير حس تاخذ البصمات بالانتخابات المقبله، ساعتها بنكون عارفين انه رايحين على الانتخابات. هذا اللي عم بيقوله الوزير جبران باسير، وواضح كمان اللي عم بيقوله الرئيس بري. برايك رح نفوت بازمه جديده بهذا الموضوع، وهذه الازمه تؤدي يعني بلا ما نروح على البرلمان حتى تطيح بالانتخابات؟ يعني هذا الكباش في كثير يعني، طبعا هن القوى الموجوده هي اللي عملت هذا القانون، بس انت بتعرفي كيف نعمل هذا القانون، بشد حبال من هون وهون طلع معهم هيك. هلا هيدا القانون كمان منقز عدد كبير من الناس، حس اذا بكره خلينا نقول في هالتحالف الخماسي او السداسي اللي عم بينحكى عنه، طبعا ما بقى في انتخابات بمعنى الانتخابات، صار في تعيين اكثر من انتخابات، انما اذا توزعت التحالفات بصور في انتخابات، وهيدا القانون بده يخلق مفاجآت كبيرة، وكلهم حاسين انه مش قادرين يضبطوا هذه المفاجآت او مش قادرين يعرفوا نتيجة هذا القانون، اذا في اعادة حسابات في هذا الموضوع. انما نحن طبعا صار في قانون اليوم، هالقانون في ايجابياته في سلبياته، انما صار في قانون ونحن عم نطالب حكما باجراء الانتخابات بهذا القانون مع ايجابياته ومع الليته. طيب كيف تفهم هون دكتور صلاح مساله الميجا سنتر، شو علاقتها بالبطاقه الممغنطه؟ يعني الخلاف اللي صار امبارح بالامس كان نجمه الميجا سنتر، فريق في يعني عدد من الافرقاء مأيدين انشاء الميجا سنتر، يلي هو بس للتوضيح انه مراكز كبيره بتسمح للناخبين يصوتوا باماكن سكنهم ومش ب يعني صحيح محل ما هن مسجلين اصلا. فشو هالخلاف؟ شو خلفيته؟ شو علاقته بالبطاقة الممغنطة؟ ليش ظهر هلأ؟ ليش في ناس كانت ضده وصارت هلأ معه؟ برأيك شو خلفيته؟ قبل كل شيء خلينا نقول إنه هيدا ممكن يسهل على الناخبين الانتخاب، في ناس إذا من الأطراف البعيدة ممكن نهار الأحد ما يعملوا الهمة كفاية إنه يروحوا لهذه الأطراف، إذا ساكنين بين جديدة والدمور والجية ممكن إذا بتعملي لهم مركز واحد كبير خلينا نقول في بيروت ممكن تكون الهمة موجودة أكثر للذهاب للانتخاب، وهذا خلينا نقول بالمطلق شيء جيد. انما رابطينا بالبطاقه البيومتريه، حيث البطاقه البيومتريه مثل ما قلنا بتمنع التزوير بمركز من هالنوع، الاشراف رح يكون مثل بالضيعه بيعرف هيدا بيو مخيل ومو مدري مين، وبيعرف تماما في امكانيه انه اذا شافوا انه في حدا مش فعلا صاحب البطاقه موجود
حيث المراقبين بينكشف بسهوله اكثر. يعني بتضيع ما بتضيع اجمالا عندك اوقات 200 150 100 300 400 ناخب، في ضياع طبعا اكبر انه بس اجمالا بتضيع بيعرفوا بعض بيعرفوا تماما من جاي ومن حامل بطاقه. اذا بصير الاعتراض اسهل وممكن تسجيل الاعتراض وبصير في الاجراءات اللازمه. بس تعملي انت ميجا سنتر ببيروت طويل عريض، هالميجا سنتر ببيروت طويل عريض اذا بدك تخليه على البطاقه بطاقه الهويه او جواز السفر بتضيع الطاسه، حيث هولي ممكن يعني انت بتعرفي وصايره بالزمنات انه ممكن يصير فيهم تزوير او ممكن يصير فيهم غلط او ممكن يصير في التباس. بميجا سنتر من هالنوع مين بده يراقب مين؟ اولا قد ايه كمان بدك تجيبي انت كل هالمرشحين، خلينا نقول خاصه المستقلين، قد ايه بده ينقشوا مندوبين كمان بهالميجا سنتر الطويل العريض واصلا عندهم مندوبين بتضيع، يعني هيدا عبء كبير على الكل وبيتطلب التسجيل المسبق. هلا كمان هيدا عم بيحكوا فيه بس انا بموضوع التسجيل المسبق بهمني، حس كل ما تصعب شيء على الناخب ما بقعد ينتخب، يعني ما فيك تسهليه عليه من ميل وترجع تصعبيه عليه من ميل ثاني، يعني هيدي كمان برجع بالنظر فيها ما رح احكي عنها هلا. بس بقول انه بهذا الموضوع وقت بيكون في هالقد امور بدها تنعمل بالميجا سنتر، عم بيربطوا الميجا سنتر بهذه البطاقه البيومتريه، خلينا نقول هن مش عارفين يسموها، مسميونها الكترونيه، الكترونيه شو بتعني؟ البيومتريه شيء، الالكترونيه شيء ثاني. في الممغنط كمان، في اسم ثالث ممغنط. في الممغنط، الممغنط شيء والالكتروني شيء البطاقه البيومتريه شيء، انا تواك الى البطاقه البيومتريه حس فيها بصمه العين هيدي بتمنع التزوير، انا ساعتها ما عندي مشكله. وقت بيكون عندك ميجا سنتر من هالنوع رح يجي يمكن عليه 100 200 300 الف ما بعرف، انا ساعتها بقول بفضل يكون اكيد في البطاقه البيومتريه حتى نعرف تماما، بس يقطع المحل البصمه العين او الايد نعرف تماما انه هذا الشخص منه مزور هذه البطاقة. بصير فيه يفوت ينتخب أقله ما بعود بدك مراقبين تتعرف أنه هذا فلان فلاني صحيح أو لا. بس الشيء اللي عم تقوله حضرتك يعني منطقيا يفترض أنه بمجرد أنه أصبحت البطاقة الممغنطة ورانا محسوم أنه ما بقى رح نقدر، وهن أعلنوا ما في وقت بدنا نعدل المادي. إذن ما الحاجة يعني كيف بدنا نعمل الميجا سنتر والناخب رح يروح ببطاقة الهوية العادية اللي هي مثل ما قلت قابلة للتزوير، وكمان أكثر يعني العدد الكبير رح يمنع المندوبين من التاكد انه اللي عم ينتخب هو فعلا صاحب هذه الهويه. هن بالمبدا رابطين البطاقه الالكترونيه كما مسمات بالقانون بالميجا سنتر مثل ما شرحنا، وما رح نرجع نعيد الكلام، بس اليوم اذا هذه البطاقه مش قادره تعمليها دونك ما بقى قادره تضبطي هالميجا سنتر، وهالميجا سنتر ممكن يكون مكان تزوير كبير جدا. ما هيك ما عم بتهم حدا، بس ممكن يكون مكان تسليم أسهل يعني. نعم. يعني أنا من ضيعة بجنوب أو بالبقاع أو بطرابلس أو بالعكار فيها 100-150 واحد أنا كلهم بيكشفوني بنزل على الميجا سنتر أنا مرتاح. طبعا مش عم بتهم حدا، بس إنه في إمكانية لتزوير ولتزوير كبير بس بيقدر يدفع عليها كمان 400-500 ألف واحد، ما أنت بتعرف إنه العالم اليوم أغلبيتها صارت ساكنة بالمدن والدواحي، بتفضل تنتخب بأماكن سكنة. ممكن تفضل تنتخب بأماكن سكنة. إذا بدنا نعمل اليوم ميجا سنتر بغض النظر عن البطاقة، أنا برأيي لا، أنا مع الموضوع ينشغل عليه مظبوط لبعد 4 سنين بطاقة بيومترية ميجا سنتر، بنكون عارفين كيف بده يكون تنظيمه، بنكون حضرنا الناس قبل كيف بدها كمان بالنسبه للمراقبين كذا، بتكون الدوله حضرت حالها. طيب اذا بكره نزل هالمواطن بده ينطر 6-7-8 ساعات، ما هيك هالميجا سنتر اذا اجى عليه 50,000 واحد شيء و20,000 واحد شيء و100,000 واحد شيء و200,000 واحد شيء. طيب كمان بتكون عم تقولي للناس، في ناس بكره بتمل بتقول لك خلص انا صار لي 3-4-5-6 ساعات ناطي، هيدا اللي صار على كل حال بالانتخابات الماضيه، وقت اللي كان بس مطلوب من وزير الداخليه انذاك تنظيمها حيث القرار السياسي اتخذ انه بنهار واحد الانتخابات كلها مش باربع
أربع جمعة كان مطلوب التنظيم، ما تنظمت كفاية بشكل إنه وقت كانت النطرة بالزمنات 20 دقيقة أو نص ساعة صارت النطرة 4 ساعات و5 ساعات، تململت الناس وفلت. يعني في كتير ناس ما في كتير ناس بتتململ، يعني أولا ما تنسى إنه في ناس عمرهم كبير، في ناس ممكن يكون عندهم إعاقة معينة، في ناس بدهم ياخذوا أدويتهم، وفي ناس في ناس ما عندها قدرة أوقات تنطر 4 أو 5 ساعات. ما أنت كل ما تسهل العملية الانتخابية كل ما عم تدعي الناس تفضلوا تفضلوا انتخبوا. وبعدين اذا واحد خبر الثاني انه يا اخي النطر 4 أو 5 ساعات هذاك حتى ما بده يتشجع ينسى حتى للانتخاب. اذا من هالناحيه هيدا الموضوع الميجا سنتر اليوم كمان ما بقى بيقدر يكون مطروح، مثل البطاقه البيومتريه اللي مسمينها الكترونيه اليوم ما بقى في امكانيه لنعملها، اليوم كمان ما بقى في امكانيه حتى تعملي هالميجا سنتر وتضبطيه وتظبطيه. اذا شو عم نضيع وقت اللجنه؟ ليه عم بتضيع وقت اللجنه بامور يعني مش قادر عليها اصلا؟ مش قادر عليها، اصبح محسوما انه بسبب ضيق الوقت وبسبب مزبوط. عدم التوافق السياسي لن تكون قابله مزبوط. للتطبيق مزبوط. لا بيقدروا يعملوا البيومتري اليوم ولا بيقدروا يعملوا اليوم ميجا سنتر يقدروا يضبطوه ويقدروا يسهلوا على الناخبين. نحن ضد؟ لا، نحن مع اي بس لاحقا 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 بالانتخابات اللي بعد هيدي مع تنظيمها بالشكل الجيد. ودائما كل ما سهلت على الناخب ينتخب خير، نحن مع تسهيل على الناخب. في ناس كمان ما تنسى انه ما بقى قادر تطلع بالسيارات تعمل ساعتين بالسياره، في ناس بعمر معين او بمشيك معال، نحن مع بس مع ضبطه وتنظيمها. نعم. وهون بما يتعلق بالتسجيل المسبق قلت لي انه كمان عندك ملاحظات على هذا الموضوع، وكنا سمعنا ملاحظات من افرقاء سياسيين وابرزها انه هذا الامر يفتح مجالا للتاثير على الناخب والضغط عليه. لما بروح انا بسجل مسبقا اسمي انه انا بدي انتخب بهيدا المكان، هالشيء بيسمح للمندوب او للمرشح ان يضغط علي بشكل او باخر. تقلك شغله، هل هذا يعني صحيح؟ اولا انت بتعرفي انه الناخب اجمالا بدك تسهلي له، كل ما عملتي له عرقوله صغيره بقول لك خي بيستغني. افترضي عم تقولي له انت تتسجل بدك تنزل على المحل الفلاني تسجل اسمك، بقول لك شو صار الانتخاب انتخابين، ما هو الانتخاب الواحد مش عم نخلص فيه. قد ايه عندك اليوم؟ عندك على بعضها 50 52 53% عم بحكي على بعضها بينتخبوا، ما بدنا نجر ال 50 الباقيين او ال 47 الباقيين ينتخبوا. إذا أنت في نهار الانتخاب اللي هو ديجا في جهد بده يعمله، طبعا جهد لمصلحته بس في جهد بدهم يعملوا، إذا بتعملي له قبل الجهد جهد تاني إنه بدك تروح تتسجل مدري ممكن يستغني. كل شغلة ممكن تخليك تقولي ممكن يستغني الناخب بدك تتحشيها. إذا اليوم في بتقولي لي صار عدة طرق تسجيل، صحيح في التسجيل الإلكتروني. هون بميز بين التسجيل الإلكتروني والانتخاب الإلكتروني، الانتخاب الإلكتروني بعده مش معتمد حيث ممكن خرقه، هيك هون التسجيل الإلكتروني كمان بتقولي لي ممكن خرقه، اي ممكن خرقه بس بدك تشوفي اخر ما في وسيلة سهلة بدون ما يكون عم بينتقل المواطن من محل لمحل. إذا ممكن التسجيل الإلكتروني بضوابط معينة ممكن يكون مقبول. هلأ ليه بقول لك أنا ما بعود في مشكلة؟ حس بين التسجيل الإلكتروني والبطاقة البيومترية معك صار أنت نوعا ما ضابط الموضوع، ما رح يجي حدا محل حدا، هيدي بتنعمل بشكل يكون صار عنده بيجي إلكترونيا مثلا الوصل أو شيء إنه هو له حق. بس كله مرتبط يعني بالبطاقة البيومترية، يعني كله مرتبط إنه تضبط الوضع، كله مرتبط بالبطاقة البيومترية. حس هي اللي بدها تجعل هل انتخاب الخارج الضياع ممكن، هل ميجا سنتر ممكن، وعدم التزوير ممكن. إذا يمكن التسجيل الإلكتروني ممكن للي بيقدر يتسجل إلكترونيا. أنا بتقولي لي مشكل العالم كمان بتعرف تفوت على الكمبيوتر وكذا، بدها تفكير يعني بدك تسهلي على الناس انه بين التسجيل الالكتروني وبين تسجيل سهل اخر اسهل شيء ممكن، حتى هو ما يحسوا انه عم نفبك كمان بدنا نعمل هيك، بس تسهليها بهالشكل وتحس انه ايه المواطن يتجاوب مع هذا النوع من التسجيل اذا كمان ضروري، ما هيك؟ اذا يتجاوب. وهلا ممكن كمان مع البطاقه البيومتريه ممكن يكون ضروري وممكن ما يكون ضروري كمان، ما بده يشرحوا ليش التسجيل المسبق على اي اساس. اذا شفنا انه ايه في جدوى من التسجيل المسبق عال، واذا البطاقه البيومتريه هي
بحد ذاتها صارت ضمانة أنه أنا قادر انتخب هون وقادر انتخب هون، وإذا انتخبت هوني شطبوني من هونيك حكما، أو إذا انتخبت هونيك شطبوني من هوني حكما. هي النقطة هون مش إنه أنا محلين ايه النقطة هي أهم شيء قبل ما نقول التسجيل وما التسجيل. هن ليه التسجيل؟ إنه عم نسجل هون حتى انت نشطبك من فوق وتصير عم بتنتخب. مش هيك لازم يعني قبل يسجل اسمه؟ ايه ايه، والا ممكن واحد ينتخب فوق وتحت بنفس النهار. طيب اذا خلينا نشوف كيف كمان فينا نتحاشى الانتخاب المزدوج، هيك هل بالتسجيل المسبق او بشيء اخر، هيك او بشيء اخر ممكن وممكن يكون. هلا منا الجواب عندي فورا، بس خلينا نشوف. بدنا نقاش، بدنا نقاش ساعتها شو الاسهل للمواطن بنعمله. يعني عم نلاحظ انه كل شيء بده نقاش وكل شيء بده وقت طبعا، بس كل شيء بده نقاش. اذا الانتخابات بست ايار، ما هي اليوم ما بقى في يعني مشيل. شو بعدنا عم نحكي هلا اخر لحظه؟ اليوم ما بقى في مشيل. حس هيدا كله، هلا هيدا كله بده ياخذ وقت للنقاش، لتشوف اسهل شيء للمواطن للناخب وللتطبيق. اليوم ما بقى في وقت. بدي منك معلومات عن المهلة الدستورية والقانونية المتاحة، يعني أي متى نحن بندخل بهالمهل يلي عطول بينحكى عنا إذا فعلا الانتخابات بستة أيار؟ ماذا عن المهل؟ أهم شيء أنه إذا بتعرف أنت بالزمانات بالقوانين السابقة كان فيها تركب اللويح آخر 3-4 أيام، وياما راكب اللويح قبل 48 ساعة قبل الانتخابات. اليوم أهم شيء بهذا الموضوع أنه ما بقى فيك تعمل لويح آخر لحظة. ليه؟ حس بالزمنات كان كل واحد يطبع لويحه ويوزع لويحه، انت تطلعي بهاللائحه اللي حتى بتقدر تكوني كتبتيها بخط ايدي، يعني الاسماء منقيتيها من هون ومن هون ومن هون، بتحطيها بجيبتك بتطلعي بتفوتي ورا الستاره بتحطيها وبتظهري. اليوم تغير الموضوع، اليوم الدوله هي بدها تطبع الاوراق الاقتراع، واوراق الاقتراع بدها تكون اوراق كبيره حسب اللويح. في محلات يمكن يكون فيها 10 لويح، 9 لويح، 7 لويح، 6 لويح، 5 لويح، اذا بدها تكون اوراق كبيره. شو بيتطلب هالامر يعني؟ قد ايه وقت هالامر؟ هل القانون بيقول انت 40 يوم قبل الانتخابات بدك تكوني اعلنت عن اللويح، حتى بده ينعمل وكاله من المرشحين للشخص معين من المرشحين امام كاتب العدل، وبده يبعث هالشخص يعني بموجب وكيلته اللائحه الى الداخليه 40 يوم قبل الانتخابات. اذا الوقت اللي بنقول هيك يعني خلصت اللعبه بالنسبه للتراشيح وللوائح وللتحالفات 40 يوم قبل الانتخابات، مش مثل قبل يومين وثلاثه واربعه. يعني هيدي عم نحكي يعني معناتها تقريبا باواخر اذار اذا الانتخابات بسته ايار. مظبوط، يعني قبل اخر شمعة بأدار، قبل آخر جمعة بأدار، يعني ثالث جمعة بأدار بدها تكون اللعبة انتهت بالنسبة إلى التحالفات والترشيح. بالنسبة لمرسوم دعوة الهيئات الناخبة وما إلى ذلك من أمور تتعلق قبل مطلوبة من وزارة الداخلية قبل بثلاث شهور. هون ما في مشكلة، هلأ فكوا الاعتمادات على كل حال، ما هيك؟ دعوة الهيئة الناخبة بتصير قبل بثلاث شهور، الدستور بيقول قبل بشهرين من الانتخابات، من نهاية الولاية بده يكون حصلت الانتخابات، هيدي ما عندنا مشكلة. بس في هون عامل جديد، مسألة انتخابات المغتربين، بس هيدي النقطة بعد بدي احكي فيها قبل ما انتقل لكلارا، يعني هالشيء ما بيتطلب بعد بكير أكثر نبلش بكل هيدي الأمور، كون المغتربين بدهم ينتخبوا بنيسان ومش بأيار. تقول لك الشغلة، إي ما في شك، بس هون كمان بموضوع انتخاب المغتربين يعني كمان مش فايتين بالتفاصيل. رح اعطيك مثال، انت اليوم في عنا نحن تنقول كثير لبنانيين وين ما كان، بالبرازيل في كثير لبنانيين. القانون بيقول انه بينتخبوا بالسفارات او القنصليات او المكان الاخرى، منيح حطوا كمان بالاماكن الاخرى، بس انت بتعرفي انه بس شو اماكن اخرى يعني وين؟ يعني ممكن انه يكون بـ بـ بمدارس بعد التوافق مع البلد اللي انت فيه، ممكن يكون بالبلديات دان لي ميري بيهونوا عليهم يعني طبعاً. الانتقال هو هيدا المطلوب. بتقول لك انت بالبرازيل اذا عندك سفارتك تنقول السفاره اللبنانيه في ريو دي جانيرو مثلا، عندك انت بكره ناس قراب من السفاره، هيدا بيطلع بكره بتمشى بروح بينتخب وبيرجع، وعندك ناس باخر الدنيا بغير مدن وبغير يعني بدهم طيارات لحتى يوصلوا. اذا انت اليوم بس تعملي اذا عملتي بالسفاره
أو بالأنصلية، السفرات والأنصلية معروفين، برافو عليك. في ناس تقطع الطريق وفي ناس بدها تجيب طيارة وترين ومدري شو حتى توصل. إذا كمان هون ما في عدل إنك تكوني حطيتيها بس بالسفارة أو القنصلية، وقت اللي في يمكن 1% أو 2% ممكن يكون هالشيء هين لقلون، وعندك الأغلبية الكبيرة ما مش قادرة توصل. هيدا شو بيتطلب؟ لكن بيتطلب إذا أنت بأمريكا أو بكندا أو برازيل أو بفرنسا أو كل بلدان العالم تكون مرشرشة وين ما كان، وهيدي ما فيك تعمليها. ما عندها لبنان دولة، ما عندها اليوم الإمكانية، مش هيدي مش ملامة إنه هي تقدر تنظم كمان على مساحة العالم، ما هيك مثل ما بتنظم على مساحة هن على مساحة لبنان وعندنا مشاكل فيهم، ما هيك؟ إذا هيدي كمان واحد بده يتظلها. طيب أنا لكيني عم بعطي نوع من أفضلية للقريب وعم بعطي نوع من إعاقة للبعيد، وما عندهم بنفس الوقت إمكانية يحطوا بكل الضياع وبكل المدارس. بهمني أحكي أكثر بموضوع الانتخاب المغتربين، لأن نقطة جديدة وفيها كثير إشكاليات، يعني عدا عن مسألة اللي عم تقول عنه المسافة اللي ممكن يتكبدها كمان المغترب لحتى يوصل على السفارة أو القنصلية وينتخب، كمان في يعني من يضمن عدم التزوير، في مواضيع كثيرة بدي أحكي بعد فيها، ولكن حتى ما نتأخر على جولة على الصحف، خلينا ننتقل لزميلي كلارا الجولة على أبرز ما ورد في الصحف ومن بعدها نستكمل هذا الحوار. شكرا لك كاترين. نبدأ الصحف اليوم من الأخبار التي كتب فيها فراس الشوفي: السعودية تبتز الحريري المال مقابل التحالف مع القوات. مقتطفات من هذا المقال: بحسب معلومات أحد المراجع اللبنانية فإن السعودية تضع شروطا على تحالفات الحريري في حال أراد الأخير أن يضمن الحصول على الدعم السعودي خصوصا المالي. وتؤكد مصادر وزارية لبنانية بارزة أن السعودية تربط مساعدة الحريري وإعادة تحسين العلاقة معه بتحالف تحالفاته خلال الانتخابات وضرورة التزامه بالتحالف مع حلفاء السعودية في لبنان ورفضه التحالف مع حزب الله أو الجهات القريبة منه في أي دائرة. وتؤكد المصادر بحسب فراس الشوفي أن السعودية طلبت من الحريري أن يتحالف مع حزب القوات اللبنانية بشكل أساسي ومع عدد من المستقلين المسيحيين من المقربين للسعودية وبعض الشخصيات السنية لا سيما الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس. وتؤكد المصادر أن السعودية تعارض تحالف تيار المستقبل مع التيار الوطني الحر وحده، بل تحبذ تحالفا عريضا يجمع تيار المستقبل والقوات والتيار الوطني الحر فضلا عن الشخصيات الأخرى المقربة من المملكة. وفيما يقول المصدر أن الحريري في مأزق بسبب حاجته إلى الحصول على الدعم المالي السعودي وعدم رغبته في التحالف مع القوات اللبنانية. تقول مصادر وزارية بارزة في تيار المستقبل للأخبار أن النقاش بين السعودية والحريري حول التحالفات الانتخابية لم يصل بعد إلى التفاصيل. نبقى في الأخبار، وفي موشات الأخبار: أزمة الميجا سنتر بعد الأقدمية، الانتخابات في خطر. مقتطفات: وزير الداخلية نهاد المشنوق أكد خلال اجتماع لجنة الخاصة بقانون الانتخاب البارحة أن هناك صعوبة فائقة لإقامة الميجا سنتر بسبب ضيق الوقت أمام المهل الانتخابية. وقال أمام الوزراء: إن أردتم أن نقيم الميجا سنتر الآن فلا مشكلة، أنا مستعد، لكن الوقت ضيق ولا نملك أكثر من منتصف شباط لتحقيقها، وأن أصررتم فأن هذا الأمر بمثابة عملية انتحارية، لكن عملية انتحارية ناجحة. أيضا في منشات الأخبار، وكما سبق وأوردنا في الموجز نقلا عن الرئيس نبيه بري الذي قال بالأمس أن أحد الأطراف كان يعارض التسجيل المسبق والميجا سنتر والآن يؤيدها، عجيب. وسأل هل المطلوب إيجاد عراقيل، وأكد بري أن لا أحد يستطيع أن يوقف الانتخابات ولا الخلاف داخل اللجنة. وشرح كيف أن وزير الداخلية زاره وأطلعه على أن ما يطالبون به لتعديل قانون الانتخاب يفرز 11 تعديلا على القانون، مؤكدا: رفضت الأمر جملة وتفصيلا لأن الخوض في تعديل واحد سيؤدي إلى نسف القانون برمته. وموقفي كرره وزير الداخلية في اجتماع اللجنة وقال لهم: إذا أردتم أن أبلع الموسى سأبلعها. ونقل اعتراضي إلى اللجنة. وأعرب رئيس المجلس عن خشيته من أن يكون هناك من يحاول تعطيل الانتخابات وليس تأجيلها أو تعديل القانون. وليكن معلوما أن هذه الانتخابات ستحصل في مواعيدها، مضيفا: خلي كل واحد يكشف عن زنوده ويروحه على الانتخابات. إلى الديار،
ومن الديار اخترنا نقلا عن مصدر قواتي أشار للديار إلى أن القوات اللبنانية تعمل على إطلاق المزيد من الترشيحات وفي الوقت ذاته البحث في التحالفات المطلوبة. هذا المصدر أضاف للديار: نحن مرتاحين على وضعنا، واعتبر أن لا كلام انتخابيا بعد مع التيار المستقبل، حيث أن العلاقة بين الحزبين تشهد إعادة ترميم ومراجعة. وعن التحالف مع التيار الوطني الحر كشف المصدر القواتي أن المصلحة الانتخابية بين القوات والوطني الحر تقضي بتشكيل لوائح مختلفة، لا يكون مرشح القوات والوطني الحر على اللائحة ذاتها نظرا لخصوصية القانون الانتخابي الجديد. ومع الكتائب أشار إلى وجود مساع لتقريب وجهات النظر وتشكيل تحالفات فيما بينهم في بعض المناطق. إلى صحيفة اللواء التي كتبت بالمانشيت، في المانشيت: علمت اللواء أن أعضاء اللجنة بالأمس لم يتبلغوا بموعد آخر لانعقاد هذه اللجنة، مما يترك علامات تساؤل حول ما إذا كان هذا الاجتماع هو الأخير، كما سجل بعض الفتور في التعاطي داخل الاجتماع بين الوزير باسيل والوزير علي حسن خليل. أيضا في المانشيت تقول اللواء أنها علمت أن التحضيرات جارية لعقد جلسة لمجلس الوزراء في طرابلس السبت في 27 الجاري لإقرار سلسلة من المشاريع الإنمائية للمدينة والشمال. تختم اللواء المانشيت سياسيا: اتهم الرئيس أمين لجمي الوزير العدل سليم جريساطي بأنه ينصب نفسه قاضيا ومحققا ومستنطقا، مشيرا إلى أن أي وزير عوني لم يتدخل إلى هذا الحد في عمل القضاء ويغطي السماوات بالأبوات. وقال ردا على سؤال حول ما يجري بين بعبدة وعين التيني: إن البلد لم يمر يوما في جوك الذي نعيشه راهنا، متسائلا ماذا بقي من التسوية التي قيل إنها ستشيل الزير من البير. ونختم مع الأنباء الكويتية، حيث نقلت صحيفة الأنباء عن مصادر سياسية مطلعة أن رئيس الجمهورية ميشيل عون رفض 3 مخارج لأزمة مرسوم أقدمية دورة الضباط 94، مقترحة من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اقترح مقترحة عفوا من الرئيس بري الذي اقترح توقيع وزير المال علي حسن خليل على المرسوم فيصبح نافذا وتنتهي المشكلة. الرئيس عون يرفض أن يضاف توقيع أحد على المرسوم بعد توقيع رئيس الجمهورية، ومن حزب الله الذي اقترح تمرير المرسوم ليصبح نافذا ومن دون توقيع وزير المال، ولكن مع وعد أن تكون كل المراسيم مستقبلا مذيلة بتوقيع وزير المال. ومن رئيس الحكومة الذي اقترح تشكيل لجنة قانونية للنظر في أزمة المرسوم والبت به. تضيف الأنباء الكويتية: لكن الحريري في نظر بري ليس في موقع المؤهل للقيام بدور وساطة، لأنه طرف في الأزمة، وتوقيعه على المرسوم شكل عاملا حاسما في ترجيح كفة المواجهة لمصلحة رئيس الجمهورية. ولفتت المصادر إلى أن بري مستاء وغاضب من الحريري إلى درجة أنه قطع اتصالاته معه ولا يحدد له موعدا لزيارته. وهذا الموقف المتشدد يعود إلى سببين أساسيين: الأول أن الحريري لم يفي بوعد قطعه لبري أنه لن يوقع على مرسوم كهذا، وهو يعرف أن هذا الموضوع هو قيد الدراسة في اللجان النيابية. والثاني أن الحريري لم يبادله بالمثل بعد كل الذي فعله معه بإخراجه من مأزق الاستقالة وترتيب مخرج النائب النفس. أيضا تقول الأنباء الكويتية: المصادر سألت هل الحريري وقع في خطأ تصرف عندما وقع المرسوم، وكان يفترض منه أن يراعي موقف بري ويأخذه في الاعتبار، وأن يحاول لفت رئيس الجمهورية وإقناعه بأن عدم توقيع وزير المال سيتسبب بمشكلة، وبأنه من الأفضل التشاور في الأمر مع رئيس المجلس، أم أن الحريري وقع في خطأ تقدير عندما لم يتحسب لرد فعل بري وأنها ستكون قوية وعنيفة، أو عندما اعتقد أن مسايرته للرئيس عون نزولا عند رغبته وردا على وقفته معه ستلقى تفهما من حزب الله الذي سيتدخل لدى بري ويستوعب رد فعله. بهذا نأتي إلى ختام جولتنا لهذا اليوم على الصحف. فاصل إعلاني نتابع بعده الحدث مع كاترين حنا وضيفها. منتابع مشاهدينا هذا الحوار مع ضيفنا بالسابق الدكتور صلاح حنين. دكتور صلاح، منتابع في موضوع الانتخابات، بعطيك كثير نقاط بدنا نحكي فيها، ومن ضمنها ايضا احتمال ترشيحك للانتخابات المقبله. كنا عم نحكي عن اقتراع المغتربين، يعني كمان هذه نقطه جديده ولاول مره بتتم. حكينا عن مساله المسافات البعيده ممكن انه تكون تشكل ازمه، مشان هيك قد يعني يتم استحداث مراكز معينه بولايات محدده في الخارج. وانما ماذا ايضا عن ضمان
عدم التزوير، عن ضمان، يعني كل هذه الأمور التي يمكن أن تطرأ على الانتخابات وتشوهها في دول الاغتراب. طبعا يعني اليوم هل ساعتها السفرات هي كمان فيك تروحي على السفرات وعلى القنصليات وكمان تاخدي كمان البطاقة البيومترية مثل ما الناخب هون بده ياخدها؟ هو مبدئيا دائما بالقانون، القانون بده يكون واحد على الجميع، يعني ما فيك تستعملي مقياسين، ما في انه هون مقياس البيومترية وقت بدها تصير تنقول بعد 4 سنين وبالخارج غير مقياس. بس هلا بما انه ما في بطاقة بيومترية بالخارج، من يضمن يعني انه ما حدا بيعرف حدا، كيف بدها تصير الامور يعني؟ تماما. هلا هي اليوم رح تصير يعني يلي من يلي شايفين رح تصير خاصة بالقنصليات وبالسفرات إجمالا، يعني بالقنصليات وبالسفرات بده يكون في تأكد أقله من السفارة أو القنصلية إنه حسن بيعرفوا رعاياهم هنيك، إنه خاصة مسجلين كمان، مسجلين وبيعرفوا رعاياهم. إذن اليوم ممكن كمان الدولة بالاغتراب هي تعمل جهد على أنه بدنا نكون نتأكد أنه الجاي بجواز السفر مسجل لكم، مسجل عنكم قانونا، أنه في الأمور مضبوطة. حس طبعا دائما اللي بالخارج بده يتسجل في القنصليات، إذن من هالناحية ممكن يكون في ضبط. المشكلة بس أنا برأيي باختصار بشعب أقول لأنه ما رح يكون في عدل بالنسبة لكل الموجودين بالخارج. حس اللي قريب من قنصليات رح يروح، ويلي مش قريب ما رح يروح. هون كمان رح يغير شيء الاقتراع المغتربين برأيك؟ يعني بدك تشوف اللي صار في مسجلين. انا برايي اللي ديشام مسجلين انه مش عدد كبير. هلا نحن بالنسبه لنا كل لبناني بده ينتخب خير، يعني انه ان شاء الله من عدد الواحد لان شاء الله عدد بكره المليون والمليونين. عم بنحكي قبل 85,000 يمكن اكثر شوي عالي، يعني هو اذا رجعوا راحوا هود اللي تسجلوا يعني بالمبدا خير. يعني انت كل ما بتاخذي، كل ما بتخلي لبناني، مواطن لبناني يكون مشترك اكبر في الحياه السياسيه اللبنانيه خير. انما هيدا الإطار بدك توسعي، كل شيء منقوله مع أكيد بس مع التوسيع، مع إعطاء الفرص للجميع، والكون القانون نعم. بالنسبة للتزوير أو شيء مطبق هون. طيب إجراء انتخاب المغتربين يعني بيحتم كمان المهل تكون أبكر؟ يعني اليوم عم نحكي 40 يوم بالنسبة للوائح قبل موعد الانتخابات، طب ما هاللوائح كمان لازم تكون جاهزة قبل موعد انتخابات المغتربين، مش قبل 6 أيار. يعني هالشيء بخلينا نبلش أبكر يعني بموضوع حسم. سؤالك مو محله. إذا بدهم هن، إذا هن بدهم ينتخبوا هلا، هو الانتخاب بده يكون حكما بعد تأليف اللوائح، حكما يعني عم نقول نحن إلزامية تأليف اللوائح قبل 40 يوم وفق القانون. وايمتى انتخابات المغتربين؟ هلا الانتخابات المغتربين إذا نحن بست أيار بدهم هن يكونوا جمعة جمعتين ثلاثة قبل، ضمن هال 40 يوم يعني قصدك؟ إيه طبعا ضمن هال 40 يوم بدها تكون، بدهم ينتخبوا أولا، بدها تنعمل لوائح وبدها تنطبع وبدها تنبعث. دونك أنت فيك تعملي جمعة إذا بدهم يعملوها قبل انتخابات لبنان، جمعة قبل انتخابات لبنان بتصير او يعني او حتى خلينا نقول 10 ايام قبل انتخابات. ليه حس كمان القانون بيقول انه اذا لا سمح الله احد المرشحين توفى وهو عليها، ليه فيها تستبدله بس بده يكون في مش بعد العشر ايام، يعني انه يكون بعد في 10 ايام. اذا انت حتى تتركي مجال كمان لهذا الشيء بتعملي انتخابات قبل بعشر ايام، بتكوني اكيد انه اللوائح اكتملت وما في وفيت وما في شيء 10 ايام قبل هون. يعني ممكن حيث بتكون اعطيتيهم يعني 30 يوم شهر حتى يحضروا ويبعثوا الى الاختيار. طيب نرجع هيك بخلاصه، يعني مثل ما شايف الامور اليوم ماشيه وهالخلافات السياسيه المستمره وحتى البعض المستجد يعني على خط الانتخابات، في شيء بيوحي انه فعلا في تحضير جدي او انطلاق جدي لعجله الانتخابات النيابيه، او انه هذه البروده بالتعاطي حتى يعني بعد لا في تحالفات محسومه، لا في مرشحين حتى محسومين، هل هذا يعني ينذر بامكانيه فعلا تاجيل الانتخابات او هذا شيء طبيعي؟ خلينا نقول اليوم انه في تحضير للانتخابات، يعني اذا بدك المكانات الانتخابيه الكبيره بلشت تتحرك وبلشت يعني بتحسي على الارض انه في تحضير للانتخابات، في حكي عن التحالفات. هلا ما في شك انه هذا القانون الجديد
خالق بلبلة خاصة عند المرشحين. يعني هي أسهل شيء الانتخاب، وبرجع بقول لك بعدين لدى الناخبين، برجع بقول لك إياها بعد شوي، حسية ضروري كمان توضح شوي الصورة. هي سهلة للناخب سهلة، للدولة سهلة، الفرز والاحتساب هون ما في شيء معها. صعبة على المرشحين أكثر شيء. أصعب شيء طبعا على المرشحين، حس بدهم يحسبوا كل حساباتهم، بدهم يحصلوا الحاصل الانتخابي قبل كل شيء، بدهم يحسبوا الصوت التفضيلي كمان، وبدهم يضربوا حساب للكسر حتى يكون كمان إمكانية عندهم ياخذوا الكسر الأكبر. إذا عندهم حسابات بدهم يعملوها، بدهم يكون في ناس بدها تتحالف مع أحزاب، الأحزاب بدها تتحالف. بعض التحالفات ما توضحت لأنه هالقد معقد الأمور بالنسبة للمرشحين. هلا كمان في الأهم في شوي الجو العام السياسي العام والاقليمي وين رايح كمان، حتى نشوف هالقوى الكبيره كيف رح تتحالف، هل رح تتحالف مع بعضها، هل رح تتحالف بوجه بعضها، هل اليوم في خوف انه والله في تنقول جو سياسي معين خلينا شوي نتضبضب تحت هالجو السياسي. اولا في بالسياسه العامه بدك تشوفي بالاول التحالفات كيف بدات تنفرز، هل في الفرز الخماسي السداسي، ما هيك؟ هل في لا مواجهه شوي مثل قبل؟ اولا بدك تحددي هيدا الجو، بس هيدا الجو يتحدد بدها تتسرع اكثر التحالفات ضمن هذا العنوان الكبير. بس ما بقى في كثير وقت يعني. لا ما عندك انت بعد نحن عم نقول اخر جمعه باذار، ما هيك؟ عندك انت بعد تنقول هالشهرين، عندك شهرين ونص تقريبا، عندك شهرين، هالشهرين بده يبين كل شيء، حكما بده يبين كل شيء. والصعوبه اليوم على السياسيين انه ياخذوا قرار بهذا الموضوع، يعلنوا لوائح بكير 40 يوم اقله قبل الانتخاب، هيدي الصعوبه الجديده عليهم، بس مجبورين بكره انهم يحترموا بعد في امكانيه برايك لتمديد جديد او تاجيل؟ يعني بغض النظر انا برايي هل هناك من يعمل في السر من اجل تاجيل الانتخابات النيابيه؟ انا برايي بده يكون في كارثه كبيره بالتاجيل، كارثه تجاه الشعب اللبناني قبل كل شيء، وكارثه تجاه مصداقيه لبنان يعني في امام الدول. لا بقى له صح ولا بقى يجوز ولا بقى في اصلا ما كان في ذريعه ولا بقى في ذريعه، واصلا ما في ذريعه، واليوم كمان الذريعه يعني منتفيه تماما. صار في عنا قانون جديد، هلا هن خايفين من هالقانون، انما بنفس الوقت عم يتحركوا، ونحن بدنا نضلنا ضاغطين حتى نروح صوب الانتخابات. لهالشيء كنت عم بقول لك برات الهواء انه بده يصير في الزاميه تعديل موضوع البطاقه الالكترونيه، المفروض يكون في اقتراح قانون واحد واضح على جدول الاعمال. اقتراح قانون بس لحتى نوضح، او مشروع قانون، مين يلي بيقترح؟ لا هلا ممكن يكون اقتراح مين؟ انت بس قول اقتراح قانون يعني من النواب، ومشروع قانون من الحكومه. بيقدر يكون في مشروع قانون زي اقتراح قانون او اقتراح قانون، بيروحوا على مجلس النواب، بيروحوا على مجلس النواب باقتراح قانون او مشروع قانون واحد واضح بتعديل واحد فقط واضح، وبموضوع البطاقه الالكترونيه. وهذا بيمنع البحث بتعديلات اخرى يعني، ويكون في توافق. لا حس انت ما بتقدر تمنع النواب اخر ما في انه يصيروا مواضيع، بس بده يكون في توافق سياسي وعلى جدول الأعمال بت هذا التعديل لحاله حتى ينزلوا يبتوا بس هذا التعديل تنقول في انتخابات. طيب إذا ما تأمن هذا التوافق السياسي أو هذا التعهد، بتكون عم تفتح باب إلى جدل إلى ما لا نهاية، وبكرة بيجوا بيقولوا لي بكره بيجوا بيقولوا لك ما اتفقنا، وكل واحد بيرجع بيطلع العده القديمه والطائفيه والمذهبيه ومدري شو، بيرجعوا بيقطفوها ست شهور يعني، يمكن ما يسترجعوا يقطفوها اكثر، بس انه ما اتفقنا بعد ست شهور متفق، ومن هلا لست شهور بيرجعوا بيلاقوا مخرج اخر. ما لازم يفوتوا بهذا الموضوع، مفروض منشان هيك يكون في تعديل واحد فقط على جدول الاعمال، وتوافق انه ما منصير بالجلسه امور اخرى، ما فيك تمنع النواب يسروا، ويكون في توافق يتصوت على هذا التعديل، ساعتها بقدر اقول لك خلص رحنا. مثل ما بتعرف لبنان، مثل ما بتعرف كل المواقف السياسيه، هل هذا ممكن؟ هل ام انه رح نروح بمعمعه سياسيه واتهامات متبادله بنوايا تعطيل الانتخابات؟ سمعنا الرئيس برن برحا عم بيقول يعني عبر عن خشيته من ان يكون هناك من يحاول تعطيل الانتخابات وليس تاجيلها او تعديل القانون. هلا هي باللجنه امبارح فاتوا ببعضهم،
حيث إذا بدنا نفوت بعدة تعديلات إلا ما يفوتوا ببعضهم. ما دلينا 9 سنين تنشوف ما هيك من 2009 9 سنين حتى نشوف هذا القانون الجديد. رجعي بتحيلون أي صغرة صغيرة ترجع كل الأمور بدها ترجع. على كل حال رح تابع معك دكتور، ولكن حتى نستوضح أكثر موقف التيار الوطني الحر ويعني موقف الوزير جبران باسيلي عبر عنه بالأمس من موضوع تعديل قانون الانتخاب وموضوع الإصلاحات، معي مباشرة النائب ألا عون عضو تكتل التغيير والإصلاح. صباح الخير أستاذ ألا. صباح الخير لإليك ولصلاح صديق، كيفك؟ أهلين يعطيك العافية. لو سمحت أستاذ ألان يعني نوضح أكثر موقف التيار من هالموضوع، وليش هلأ استجدت هذه الأزمة، يعني علما أنه من فترة الكل عرف أنه البطاقة الممغنطة أصبحت وراءنا بسبب ضيق الوقت والكلفة الكبيرة وكل هالخلافات يلي كانت موجودة حولها. موقف التيار يعني إلى ما يستند بموضوع ضرورة التعديل بمجلس النواب منعا للطعن بالنتائج لاحقا؟ أولا خلينا نتفق على شغلة، التيار يحاول إنقاذ إحدى الإصلاحات الأساسية في قانون الانتخابات يلي إلها علاقة بالانتخاب مكان السكن، يلي بتسمح إنه عملياً يزيد نسبة الاقتراع لعدة أسباب. أكيد كان المفضل والأمثل أن تحصل وفقاً لبطاقة ممغنطة، إنما مع استحالة البطاقة الممغنطة عم نحاول إنه ننقذ أيضاً فكرة الاقتراع مكان السكن عبر اعتماد التسجيل المسبق في مراكز الاقتراع ميجا سنترز. يعني الموضوع على قد سقفه، وإنقاذ إصلاح أساسي أكر في هذا القانون، وهلا كمان صار في خطر، ونحن أصلاً عم نكرره بشكل مش مثل ما بنطمح له، أي يعني أن يكون الاقتراع مكان السكن بحرية تامة ببطاقة ممغنطة تارك الحرية لآخر تكتي لبناخد من آخر تكتي أروى من الوحيد السريع. هلا هي صارت ورانا، عم نجي نقول هلا مثل ما صار بموضوع الاختراب عمليا يعني يصير في تسجيل مطبق للخلق مراكز اقتراع مكان السكن للبنانيين يلي ما بيطلعوا على مناطقهم او ما بيطلعوا مناطقهم او عندهم اسبابهم او غيره. هيدي كل هالامور بهالبساطه يعني ليست اكثر ولا اي خلفيه اخرى. نعم، طالما انه ما في بطاقه ممغنطه يعني او بطاقه بيومتريه، برايك اليوم فتح مساله الميجا سنتر يعني ما بتفتح مجال كبير للتزوير؟ يعني اليوم بدهم يروحوا ينتخبوا بالبطاقة وما حدا بيعرف حدا، ورح يكون في كميات هائلة يمكن من الناخبين يلي بتفضل تنتخب بأماكن سكنها من أنها تطلع على الضيعة وعلى المناطق. البطاقة الممغنطة تسمح عمليا كانت أنه أكيد بتكافح تزوير أكثر أكيد، إنما بالآخر الاقتراع مكان سكن عملية وقت بتعمل تسجيل مسبق بتشطب الناس كيف المغتربين، واحد بقرر اذا بده ينتخب بترد بالخارج او هون بيشطب اسمه من مراكز الاقتراع هون، مش هيك؟ من مراكز الاقتراع هون عمليا، وهلا هيدي ذات الشيء بيشطب اسمه من ضيعته بصير ينتخب بالميجا سنتر اذا عمل هيدي الفكره عمليا. طيب وزير الداخلية بيقول انه في صعوبة فائقة لإقامة الميجا سنتر بسبب ضيق الوقت امام المرحلة الانتخابية، وشبه الـ يعني كل القصة بالعملية الانتحارية لكنها ستكون عملية انتحارية ناجحة. ما هو تعليق؟ هيدا الفائدة النقاش اللي عم بيصير هلا، وزارة الداخلية عندها رأي انه هذا الموضوع صار يعني مدروك فيه، وهيدا اللي هذا النقاش اللي عم بيصير بلشنا اليوم، في رايين مختلفين حولها. على كل حال بالاخر يعني بلا وزاره الداخليه هذا الشيء ما بينعمل يعني عمليا، واذا فعلا وزاره الداخليه رح يكون عندها استحاله تعمله معناتها خلص ما رح يقدر ينعمل. بس هون هذا النقاش هذا لن يطيح بالانتخابات النيابيه، هذا اللي بدي اوصل له. يعني اليوم الرئيس بري معبر عن خشيته من انه يكون في اطراف او هناك من يحاول تعطيل الانتخابات وليس فقط تاجيلها، هل يمكن ان يطيح كل هذا الخلاف وخاصه كمان الوزير باسيل تحدث انه هالامر رح يودينا لازمه كبيره، فشو بيعني بهالكلام؟ يعني هل في خطر جدي على الانتخابات ومن يضمن اجراءها في ظل هذا الخلاف السياسي الكبير؟ انا برايي الانتخابات ستحصل مهما حصل وهي تبقى فوق كل الاعتبارات الاخرى، انما اكيد كل هالمشاكل ما بتساعدها، بس الانتخابات ستحصل وهي فوق كل الانفجارات والمشاكل اللي حاصله. نعم، وموضوع الخلاف على اذا بدنا نروح على مجلس النواب لنعدل ولا لا، انتم رح تروحوا فيه الى النهايه؟ رح تروحوا حتى النهايه في هذا الموقف او ممكن تتراجعوا عن هذا المطلب؟ هيدا موضوع انا يعني قانوني بالاخر، وعندي هلا على البلاتو
الصلاح بيقدر بعتقد يعطيك ال لا هو قال انه لازم نروح ولازم يصير في تعديل بمجلس النواب، عم بيحكي من الناحيه القانونيه، ولكن عمليا عم بقول الرئيس بري انه اذا بنطرح يعني هيدا الموضوع رح يطلع ب 11 تعديل، ومين بيضمن انه ما يطلعوا النواب ويطرحوا كل هالتعديلات ونفوت بخبريه يعني ازمه طويله عريضه تطيح بكل الموضوع؟ لا اسمحي لي شوي، عم نحكي بشيء ثاني. الرئيس بري عم يحكي بقصه التعديلات الكثيره فيما يخص اذا اعتمدنا الميجا سنترز واتخاذ مكان السكن، هيدي بدها تعمل تعديلات على بعض المواد، هيدا اللي عم بيقوله. انما عم نحكي عن نقطه ثانيه، اذا لالغاء قصه البطاقه البيومتريه اللي كانت ملزمه الحكومه تطبيقها ابتداء بهيدي الانتخابات اللي هيدي اللي حاصله، هيدي تعديل ماده واحده. بس يعني ما لها علاقه ب نعم، بس ما في توافق سياسي حول هذا الاقتراح يلي انتم متقدمين فيه. الموضوع القانوني ما بده توافق سياسي. هلا الدكتور صلاح بيقول لك اذا بنعمل ولا ما بنعمل، اذا بعرض المسار ولا ما بنعمل، انا يعني هو مؤهل اكثر مني ليجاوب قانونيا على النقطه هي النقطه، وعلما انه انا رايي في الزاميه بالماده 84 انطلاقا من هالانتخابات، انا وقت حطينا الانتخابات المقبله يعني كان مقصود فيها هي الجايه بتاعت الزميل الحكومه تعتمد البطاقه الالكترونيه. هلا الحكومه تعذر علي اعتماد هالشيء، لازم تحرر الحاره من هذا الالتزام عبر تعديل هيدي الماده. نعم، سؤال اخير بهالنقطه، الرئيس بري بيقول انه احد الاطراف كان يعارض التسجيل المسبق والميجا سنتر والان يؤيدها، من يقصد بهذا الكلام؟ يمكن قصدنا نحن اكيد بهالشيء، لان نحن كنا ونحن انا قلت نحن الامثل في اعتماد الميجا سنتر واتخاذ مكان السكن الامثل هو البطاقه البيومتريه. ليه؟ لانه هيدي بتحرر المخ وبتعطيه حريه ليقرر لحديث اخر تكه وين بده يتخذ، وهي بتخلصه من الضغوطات والمكانات الانتخابيه ومن الى اخره. هلا ما زال بس نحن اليوم مع تعذر اعتماد البطاقه البيومتريه نريد انقاذ مبدا اقتراع مكان السكن. وهيدا الشيء اللي عمليا اذا ما عاد متاح الا من خلال التسجيل المسبق فليكن، لانه بضل افضل من عدم عدم اعتماد لانقاذ الاصلاحات يعني لانقاذ فكره بخير مكان السكن. نعم، سؤال اخير بغير موضوع، في شيء جديد على خط ازمه مرسوم ترقيه الضباط بينكم وبين الرئيس بري؟ لا هلا ما في شيء جديد، وبعتقد احسن شيء نعلن هالموضوع ونوقف نحكي عنه لعل باخراجه من الاضواء والاعلام ونرجعه الى مسار بارد وهادي، لعل بلحظه معينه بيجي شيء بيساعدنا على حله. شكرا لك نائب آلاء عون عضو دكاتره التغيير والاصلاح، شكرا كثير لك على هذه المداخله، اهلا وسهلا فيك. برجع لك دكتور صلاح حنان، حضرتك ستكون مرشحا للانتخابات النيابيه المقبله يعني حسب ما بنعرف، شو تحضيراتك على هالحسم، مع من ستتحالف وعلى اي لائحه يمكن ان تكون مرشحه؟ طبعا انا مرشح وعم بدرس التحالفات، ووقت تكتمل الصوره بكون عم بعلن ترشيحي بشكل نهائي، انما انا مرشح نعم، وحتى يكتمل الترشيح بده يكتمل صوره التحالفات وفق الشروط الموضوعيه اللي هذه المرحله بتفرضها. نعم، بس في يعني في مبادئ او ثوابت معينه ممكن تلزمك ب تحالف او عدم التحالف مع اطراف محددين؟ في انا بدي ضلني متحالف مع نفسي قبل كل شيء، بدي ضلني متحالف مع نفسي قبل ما اشوف كيف بدي اتحالف مع غيري. انا في مبادئ ماشي عليها من وقت ما بلشت بالعمل السياسي، في مبادئ ماشي عليها وواضحه، بدي ضلني ملتزم انا في هذه المبادئ، وانا بهالمواضيع ما بنقول من ميل لميل او بروح حسب اي مصلحه انتخابيه، بضلني انا بشتغل السياسي، الانتخابات جزء من السياسي وبدها تكون منسجمه مع السياسي، تعملي انتخاباتك على اساس قناعاتك مش على حساب قناعاتك، انا هيدا بتكون اكيد منه متحالف مع نفسي، انا على الانتخابات بتكون وسيستي على اساس قناعاتي ولا على حساب قناعاتي، ومن هذا المنطلق انا في امور بقولها وصار لي سنين بقولها وبرددها ما رح انقضها، رح نضلي عليها. انا طبعا
بفتح تفاوض مع الجميع. نحن اليوم في لبنان ما فيك تسكري أي باب تفاوض مع أي كان، إنما دايما بده يكون عندك موقع للتفاوض، ومش تكون هذه الصورة ضبابية ساعة هون وساعة هون. أنا بالموقع اللي أنا فيه، بموقع قناعاتي، بموقع الأسس السياسية اللي أنا بين حياتي السياسية عليها، وعلى أساس الأهداف اللي أنا بدي رحلة، أنا هون، ومن هون أنا مفاوض مع أي فريق آخر حتى نقدر نشوف كيف لبنان اللي بدنا اياه وكيف بدنا نبنيه وفق الدستور اللي مبادئه واضحه، وحده الارض والشعب والمؤسسات. هيدي الثلاثيه اللي انا مؤمن فيها، وحده الارض والشعب والمؤسسات. على هذا الاساس نحن فاتحين، بنفتح على حجمنا المتواضع، انما بنكون متفاوضين يعني مع الجميع. يعني باب التفاوض هلا بيكون الكل عم بفاوضك بهالموضوع، لا وانت اللي بعد ما حسمت، خليني اقول انه يعني الابواب مفتوحه، إنما أنا دائما وفق قناعاتي وفق كل شيء عم بقوله رح دلني ملتزم فيه، وفق هذه القناعات وهذا الالتزام بدي أشوف كيف تكتمل صورة التحالف. حين تكتمل صورة التحالف كون أعلنت عنها نهائيا. أنا مرشح، نعم أنا مرشح، بدي أشوف شروط المعركة. أنا ما عندي شروط شخصية، بدنا نشوف شروط المعركة، شروط الأجواء السياسية حتى نقدر نختم بهذا الموضوع. نعم، اسمح لي أتوقف مع آخر فاصل إعلاني دكتور صلاح، ومنتابع من بعده هذا الحوار، ابقوا معنا. نوصل مشاهدينا للقسم الأخير من هذه الحلقة مع ضيفي النائب السابق الدكتور صلاح حنين، وأخيرا سنتحدث بمرسوم أزمة مرسوم ترقية الضباط. بنعرف أنه حضرتك أبديت أكثر من مرة رأيك الدستوري بهذا الخصوص، حتى أنه دستوريين كتار كمان أبدوا رأيهم تقريبا في نوع من إجماع دستوريا على أنه يتوجب توقيع الوزير المختص، وهون إذا كان في أعباء مالية عم نحكي أنه وزير المالية هو من الوزراء المختصين على المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس الحكومة. طالما الأمور الدستورية واضحة، كيف تفهم السؤال واحد يعني الإطالة بهذه الأزمة؟ رح يصير لنا شهر تقريبا والكل عم بيدعي الآخر يعني لا احترام الدستور ولا الاحتكام إلى القضاء. ستنا سؤالك بمحله، مثل ما حضرتك قلت المادة 54 من الدستور واضحة وما في خلاف عليها، أنه مع رئيس جمهورية وما رئيس حكومة بيمضي الوزير أو الوزراء المختصون. واضح، ما هون ما في خلاف عليها. هلأ بس قول الوزير أو الوزراء المختصون، في جدل نحو موضوع توقيع وزير المالية، هذا كله يستوجب سؤال، ما هيك؟ مع مؤسسة الدفاع. اليوم هل في أي عبء مالي من ربع ليرة وطالع؟ هسا العبء المالي عبء مالي، ما في من هالمستوى وبالطالع. هل في أي عبء مالي على موضوع الأقدمية؟ هلأ هيدا السؤال، إذا في أي عبء مالي شو ما كان يكون، إذا مش اليوم بكرة من جراء توقيع هذا المرسوم بده يكون في توقيع. شو رأيك في عبء مالي ولا لا لما بيصير في يعني ترقية لاحقا، لما بيصير هالشيء بينعكس على تعويضات هؤلاء الضباط؟ أنا بس استفهم مع الضباط اللي طبعا يعني بيفهموا بهالموضوع، بيقولوا انه هذه الأقدمية رح ترتب، رح تفتح باب لترقيات. أقدمية بتفتح باب لترقيات، بس الأقدمية تفتح باب لترقيات، ترقيات في عليها رواتب مالية أعلى. إذا هل مرسوم بيفتح باب لترقيات والترقيات فيها رواتب بس لاحقا أعلى. يعني بعد سنوات ربما ما بهم ما في الوزير المختص هو اللي بده يترتب عليه عبء اليوم او بكره او بعد بكره. بس هيدا هل هذا المرسوم رح من جراءه يصير فيه اليوم بكره او بعد بكره، هل رح يصير فيه اعباء ماليه شو ما كان يكون حجمه وانت ما يكون تاريخه؟ هل بلا هالمرسوم ما في هالاعباء؟ اذا مع هالمرسوم في اعباء مهما كانت اينما كانت شو ما كان حجمه، يعني توقيعه ضروري. وين المشكله؟ إذا هو من الوزراء المختصين بوقع، وإذا مش من الوزراء المختصين ما بوقع، وإذا وقع بوقع بصفته وزير مالية مش بصفته أي صفة أخرى.
ما هيك نحن عم نحكي. لا هون اللي عم بقوله يعني الرئيس وفريقه انه في يعني مرات كثيره سابقه ما صار توقيع وزير المالية على امور مشابهه مراسيم مشابهه وما صار في مطالبه بان يعني يقترن هذا المرسوم بتوقيع وزير المالية. اليوم وقت اللي في شغله انعملت بالسابق غلط ولو مره واثنين وثلاثه مش يعني انه اليوم كمان ضروري تنعمل غلط. ما هيك الغلط ما بيصير صح. اذا انت ما طلبت بحقك من سنه او من سنتين مش يعني اليوم ما لك حق الطالبه بحقك. ما هيك غير اذا في شيء بالمهل بيمنعك طالبه بحقك. نعم. وما في قضيه مهل. نعم. هذا الدستور. طب شو المخرج برايك بالنهايه يعني ماشي. اليوم الرئيس اكثر من مره صار داعي الرئيس بري انه الاحتكام الى القضاء بهذا الخصوص والرئيس قضاء. بري قال انه ما راح يروح على القضاء لانه الضعيف بيروح على القضاء ومنه اصلا يعني واسع يعني اوحى وكانه في اليوم انه هذا القضاء قد يكون مسيسا بطريقه او باخرى. الحكم هو قضاء بحد نفسه ورئيس الجمهوريه هو سلا بريمير ماجستراتور هو القاضي الاول. هن هيدي بدهم هن محلوله ما بدها الحكم هو القضاء. مش كل شغله كمان بدها تنبعث الى غير مصادر. انت بس تحكمي بدك تحكمي وفق الدستور. اذا الدستور والدستور بيقول بالماده 54 الوزير او الوزراء المختصون خلونا نشوف مين الوزراء المختصون. اكيد الوزير الدفاع مختص واذا في اي عبء مالي اليوم او بكره شو ما كان حجمه يعني وزير مالية مختص شو ما بدها شرح اكثر من هيك. اذا الضباط اللي عم نسالون بيقولوا انه هيدا هل أقدمية بدها تفتح باب مش ضروري للجميع بس بدها تفتح باب لتركية التركية يعني فيها بالمستقبل أعباء مالية يعني بكل بساطة خلي وزير المالية وزير المالية يعني يوقع ولا شو هالقصة كلها. طالما هالقد الأمور واضحة من الناحية الدستورية كيف تفهم خلفية هذا الخلاف؟ هو يعني أزمة صلاحيات أزمة لا يقال قلوب مليانة بين الرئيس بري والرئيس عون أو كمان البعض عم يروح على موضوع الميثاقي والموضوع الطائفي لا 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 يعني لا هل لا لا تصل الأمور إلى هذا البعد؟ لا هلأ هي الأمور واضحة الدستور واضح وما عنده الخلاف عليه مش قضية دستورية وهو المطلوب مش أنه منروح القضاء منطبق الدستور. الدستور واضح والسؤال واضح السؤال واضح في أوضح يعني حضرتك هون مع الرئيس بري بهالإطار عم نحكي دستوريا يعني انه من ناحيه يعني الموضوعيه من ريح الموضوعيه انا حس سالت وقالوا لي انه هيدي رح تفتح باب لترقيات وبس يكون في ترقيات يعني في اعباء ماليه. اذا انا بقول وزير الماليه بده يوقع وشو القصه الكبيره يعني ليش حتى اذا لازم يوقع ما نخليه يوقع او اذا ما لازم يوقع نخليه يوقع. انا برايي اذا هالسؤال يسال للمؤسسه الدفاع هل أقدمية شو بتعطي بتعطي إمكانية للترقية؟ إذا بتعطي إمكانية للترقية ما رح تكون هالإمكانية للترقية لولا ما كان هذا المرسوم. ما هيك إذا هالمرسوم يفتح هذه الإمكانية الترقية فيها أعباء مالية إذا بيمضي وزير المالية. وين المشكلة؟ هيك بتمشي الدولة. الدولة نحتكم إلى الدستور نحتكم إلى المنطق إلى القانون إلى العقل ونحن اليوم ما في شيء بده يصور هيدا. إذا وزير المالية بده يمضي بيمضي إذا وزير الأشغال بده يمضي بيمضي إذا وزير البيئة بده يمضي. وين المشكلة؟ ما هيدا الحكم بده يكون ما في مسؤولية بكرة. ما هو إذا ما مضي طيب ما هو مسؤوليته إذا في أعباء مالية بده يكون هو موافق عليها يوافق عليها. وين المشكلة؟ واللي بدنا نروح بهذه الاتجاهات ونضخم الموضوع وقت الموضوع ما لازم يتضخم والبلد ما بقى بتحمل بكل شغلة. ما هيدي الشغلة بتشنش لك 100 شغلة غيرها بمجلس الوزراء وبمجلس النواب. بتأثر على الانتخابات يعني بعض التحليلات ليش حتى نفوت بهالأمور تروح لهيدا يعني نحتكم لمؤسسة الجيش مؤسسة أو لا ما بدها لا قضاء ولا شيء. اذا الناس مش عارفه او المسؤولين خلينا نحتكم لهالمؤسسه الا شو بيترتب على هذا المرسوم في ترقيات او لا في ترقيات يعني في اعباء ماليه صحيح. نعم. خلينا نسال هالمؤسسه وتقلنا شو يعني شو الكونسيكونس تبع هذا المرسوم. نعم. شو التبعيات تبع المرسوم. خلي المؤسسه في احسن من هيك هي تقول لك اذا في عليها تبعيات ماليه او لا في اوضح من هيك. نعم. واسهل من هيك ونكون اختمنا الموضوع. نعم. انا بشكر حضورك معنا اليوم دكتور سعد نايم السابق اهلا وسهلا فيك من جديد. بشكركم ايضا المشاهدين على متابعتكم هذه الحلقه والى اللقاء.